النيترونات هي مكونات دقيقة داخل الذرات، فنحن نعلم أن الذرات وهي أصغر وحدة بناء في الكون تتألف من نواة فيها جسيمات موجبة وهي البروتونات، جسيمات أخرى عديمة الشحنة هي النيترونات. هذه النواة مقلفة بأقلفة إلكترونية، طبقات من الإلكترونات تدور حولها تماما مثل المجموعة الشمسية، حيث تكون الشمس في المركز وتدور الكواكب من حولها. فالإلكترون شحنتها سالبة وهو موجود في الغلاف الخارجي للذرة، والبروتون شحنتها موجبة وهو موجود في نواة الذرات. عندما يتحد الإلكترون مع البروتون ينصهر هذين الجسمين الموجب مع السالب، فأن هذه العملية تحرر كمية كبيرة من الطاقة، ويتحول هذان الجسمان إلى جسيم واحد من النيترون الذي لا شحنة له. فالإلكترون السالب يتحد مع البروتون الموجب ويندمجان وتختفي الشحنة وينتج جسم لا شحنة له، وهذا مبدأ عمل النجوم النيترونية.